Second speaker, Professor Magdi Hilmi. His topic is second generation basal insulin innovation to fulfill needed benefits. بشكر حضرتك جدا استاذتنا وبشكر المنصه الكريمه. كل الشكر والتقدير لاستاذتي العزيزه الاستاذه ايناس شلتوت. دايما باسعد كل سنه بالمشاركه في المؤتمر الرائع ده. بشكركم على الحضور. بشكر سانوفي فور سبونسرنج ذا ميتنج. واسمحوا لي اتكلم في الدقائق القادمه عن السكند جينريشن بيزل انسولين. سكند جينريشن بيزل انسولين. ناخد كيس بتاعت محمود، عم محمود، عم محمود افري داي كيس بنشوفها في عياداتنا وفي حياتنا. عم محمود سنه 70 سنه، تايب 2 دايابيتيك بيشنت من 14 سنه. عم محمود از اون اورال ثيرابيز، اربعه اورال ثيرابيز، ميتفورمين، جليميبرايد، فيلداجليبتين، دابجلفلوزين. لكن هيز سكر از نوت مظبوط، الاي 1 سي بتاعت عم محمود 10 وثلث. وسكراته صايم 200 فاطر 300. That's why he complained of loss of weight. 16 كيلو خسوه في الثلاث شهور الماضيه كاتابوليك ستيت due to uncontrolled hyperglycemia. عم محمود عنده كرونيك كيدني ديزيز، قلبه من كرياتين ان ريشيو 227 والجي اف ار 58. باك جراوند ريتينوباثي، بريفيرال نيوروباثي، لكن ما عندوش كارديوفاسكولار ديزيز. ان كنترول تايب 2 دايابيتيك بيشنت اون اورال انتي دايابيتيك دراجز. هاو تو كنترول هيز هايبر جلايسيميا اي دي اي. قالت لما تبتدي انجكتابل ثيرابي يفضل انك تبدا بجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ثم بيزل انسولين، ولكن حطت كده ان ساعات بيبقى البيزل انسولين ليه برايورتي، ما يبقاش الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ابروبريت انيشيشن لو البيشنت في كاتابوليك ستيت، لو اي 1 سي هو اكتر من 10، لو راندمه اكتر من 300. محمود لايك if your patient in this catabolic state basal insulin low priority. وبعد ما قاد البيزل انسولين لو لسه ان كنترول دي يقاد برانديال انسولين، ببتدي واحده برانديال مع المين ميل، ما ظبطش يبقى اد اون ذا سكند برانديال. انا لسه في مرحله بيزل بلس ريجيمن، لسه ما ظبطش يبقى بيزل بولس. And at this stage, you can think of pre-mixed insulin as an alternative. لو المريض اشتكى من كتر الشكشكة, you can consider pre-mixed insulin. لكن امتى؟ بعد البيزل انسولين مع الاورال لو حصل failure of glycemic control. ولكن تبقى كلمة البداية في حالة زي الحاج محمود uncontrolled type 2 وفي كاتابوليك ستيت وماركت هايبر جلايسيميا انك تبدا ببيزل انسولين. السؤال، هل هي فكره جيده ان ابدا ببري ميكسد انسولين؟ هل هي فكره جيده ام غير جيده؟ انيشيت ستادي جاوبت. انيشيت ستادي included patient with type 2 diabetes uncontrolled on oral antidiabetic drugs randomized إلى جلارجين versus pre-mixed insulin based on aspart. وقالت بوضوح إن لو ابتديت ببري-mixed insulin الهايبوغلايسيميا هتبقى أكتر، الويت جين هيبقى أكتر، الديلي انسولين دوز هتبقى أعلى، وبالتالي to start insulin in type 2 diabetes it's basal insulin.
And even later on, when you are at this stage and comparing basal bolus versus pre-mixed insulin, وساعات المريض بيقول لا أنا عايز شكتين وبس. لكن evidence wise في study اسمها جينجر study جاوبت السؤال ده. Patients on type 2 diabetes, لكن هنا the duration of diabetes can it long. Comparing basal bolus glargine وجلولايزين مع كل وجبة versus twice daily pre-mixed insulin. وكانت النتيجة إن A1C reduction كان أفضل مع البيزل بولس. Percentage of patients reaching A1C target كان أكتر مع البيزل بولس. هايبوغليسيميا كانت أقل مع البيزل بولس whether it's symptomatic hypoglycemia or total hypoglycemia. يعني again comparing basal bolus with pre-mixed, الميزة بتاعت pre-mixed, and I would say the only advantage of pre-mixed, less number of shots per day. Less شكشكة. لكن otherwise, A1C control, reduction of hypoglycemia, weight gain, كل ده بيبقى أفضل وفي صالح ال other side. هرجع تاني initiating basal insulin in type 2 diabetes and it's time for عم محمود to add basal insulin with his oral anti-diabetic drugs. البيزل انسولين عندي 2 generations. First generation basal insulin زي glargine U100 and second generation basal insulin زي glargine U300 أو 2GU. والسؤال هو second generation basal insulin قدم ايه عن first generation basal insulin؟ هذه هي بعض الفروق بين second generation basal insulin like glargine 300 and the first generation basal insulin. اولا longer duration of action. Glargine in higher concentration اللي هو glargine 300 U300 معناها انك بتدي نفس النمبر اوف يونت في تلت الفوليوم. ولما الفوليوم هنا بيقل في السب كيوتينيوس تيشو والسيرفيس اريا دي بتقل يبقى الابزوربشن اوف انسولين من السب كيوتينيوس تيشو هيبقى ابطا هيبقى more prolonged action وبالتالي as expected هتلاقي الاكشن بتاعه duration of action is longer and more stable than the duration action profile of glargine U100 دي اول واحدة. تاني حاجة practical dosing flexibility. اقصد بflexibility injection time. And many patients do suffer with the first generation basal insulin. لازم كل يوم الساعة 9 مساء اخد الانسولين. تيجي 9 مساء وانا معيش الانسولين او لسه مروحتش عندي مشكلة. Flexibility هنا يقصد هو ينفع ان انا اغير معاد الانسولين كأن اعمل ويندو بلس اور ماينس 3 اورز. يعني بدل ما انا باخد 9 مساء كل يوم اخد اني تايم بتوين 6 مساء و12 مساء ولا لا. تاني حاجه هو انا لازم اخد بالليل كل يوم؟ ما ينفعش اخد مورنينج دوز اند اديشن. جاوبت السؤال اديشن ستادي اديشن 4 قرنت مورنينج بايفنينج انجكشن او دوزينج ولم يكن هناك فرق A1C وايز اند هايبوغليسيميك ريسك وايز. Edition 1 و 2 جاوبت السؤال بتاع injection window. يعني انا عايز اخد 2 arm ادي fixed dosing يعني كل يوم الساعة 9 بالليل و arm تاني flexible dosing يعني anytime between الساعة 6 والساعة 12 ولم يكن هناك significant difference as A1C reduction and as safety wise I mean risk of hypoglycemia ما كانش فرق. ف
flexibility makes a difference. I mean, you can take the dose in the morning or in the evening, and you can have 6 hours window to inject the insulin during which. دي التانية. التالتة, less glycemic variability, more stable glucose lowering. And variability, as you see here in glargine U300, is less than the variability with glargine U100. Glycemic variability means the blood glucose is going up and down. مشكلة الهاي variability انك لما تيجي هنا تزود الدوز اوف انسولين تو كنترول ذا بلاد جلوكوز, يو ويل جيت انتو هايبوغلايسيميك ريسك. هاير جلايسيميك فاريابيليتي مينز هاير ريسك اوف هايبوغلايسيميا, والعكس صحيح. ليس جلايسيميك فاريابيليتي, يو كان تايتريت ذا دوز اوف بيزل انسولين جراديولي اند جيت ذا بلاد جلوكوز تو تارجت ويز ليس ريسك of hypoglycemia. وده هياخدني لاخر نقطة اللي هي lower risk of hypoglycemia او flat time action profile. Addition program, the evidence supporting glargine U300, قارن glargine U300 بglargine U100, يعني second generation basal insulin with first generation basal insulin. Edition included populations كتير, edition 1, edition 2, edition 3, edition Japan. A1C reduction ما كانش فيه significant difference. U300 was not inferior to 100 in as regards A1C reduction at 6 months. And by 12 months كان فيه sustained A1C reduction في صالح الجلارجين U300. أنا بتكلم هنا blood glucose lowering wise, glycemia wise, safety wise, كان في significantly less risk of confirmed hypoglycemia مع الجلارجين U300 أو التوجيو, with impressively much lower risk of nocturnal hypoglycemia, 31%. Less risk of nocturnal hypoglycemia with the 300 glargine. Lastly, but not at least, less weight gain. Weight gain with the 300 was significantly less with the 100, thanks to less hypoglycemic episodes. وطالما جبنا سيرة الهايبوغلايسيميا, يبقى لازم أجيب سيرة برايت ستادي. Bright study can a randomized controlled trial to compare glargine U300 with degludec, including patients with type 2 diabetes, insulin naive, uncontrolled on oral therapy, randomized in a glargine U300 versus degludec, titration period 12 أسبوع maintenance period 12 أسبوع تاني زيهم. A1C reduction كان comparable, ما فيش فرق, وبالتالي هنا تحققت النون inferiority of the 300 to degludec. A1C reduction ما كانش فيه significant difference. Total hypoglycemia during the full study ما كانش فيه significant difference yet. During titration period كان risk of hypoglycemia both incidence and rate significantly lower with glargine 300 or توجيو. كان في صالح التوجيو during titration period وانت بترفع الدوز وانت بتعدل الدوز gradually to reach fasting blood glucose well controlled. Interesting sub-analysis من البرايت study ركز على الكرونيك كيدني ديزيز, الرينال فانكشنز. هل في فرق بين الجلارجين 300 والديجليوداك؟ وكان هناك فرق للناس اللي عندها جي اف ار اقل من 60, كان A1C reduction اكتر مع الجلارجين 300. والجمله الهامه
without increased risk of hypoglycemia. Sub-analysis تاني من البرايت لكن المرة دي in older patients في الناس اللي فوق سن السبعين وما حدث in في البوبوليشن زي ما قلنا على بعضه ما كانش في significant difference لكن in those above 70 years كان A1C reduction أكتر مع الجلارجين 300 الجملة الهامة without increased risk of hypoglycemia. عم محمود سنه 70 سنة عم محمود جي اف اره أقل من 60 so it's relevant to عم محمود safety wise and efficacy wise دي الفروق ما بين second generation basal insulin and first generation basal insulin and you have more than a reason to start him on second generation basal insulin like glargine U300. Mr. Chairman, dear colleagues, to conclude, most patients with type 2 diabetes will ultimately need insulin. It's not surprising. The most convenient strategy to initiate insulin is to start with a single dose of basal insulin on top of oral antidiabetic drugs. Second generation basal insulin glargine U300 effective and safe option in initiating insulin in patients with type 2 diabetes. Glargine 300 is an attractive alternative to the first generation for sustained A1C reduction with reduced risk of hypoglycemia, with less weight gain, with flexibility of dosing time. وزي ما شفنا البرايت ستادي قالت ان الهايبوغلايسيميا في الفول ستادي كانت كومبارابل بين جلارجين 300 اند ديجليداك يت ان ذا تايتريشن بيريد كان في لوور ريسك اوف هايبوغلايسيميا ويز جلارجين يو 300. ثانك يو فيري ماتش فور اتنشن.